الماء روح الحياة ومنهل الكائنات، يهمي ثمينا نفيسا من مزنه المطرات، ليحيي الأرض زرعا يضر بعد موات. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية، مقدم من الشاب حسني محمد بدوية، بنية الفرج والرزق وصلاح الحال، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله تقبل الله.